20 نصيحة للنساء قبل أن يبلغن سن الأربعين. أشارت الكاتبة الأمريكية وندي ريدن المهتمة بالعلاقات الاجتماعية في مقال على موقع لايف هاك إلى أنها ستبلغ سن الأربعين خلال أقل من عام، وإنها لن تدعي أن هذا الرقم لم يسبب لها انزعاجاً. وذكرت ريدن أن حياتها الآن جيدة جداً، لكن لو كانت خططت لها بشكل مختلف أو فعلت أشياء أخرى بالتأكيد لم تكن على مثل ما هي عليه الآن في الواقع. وقالت إن بعض التجارب السابقة أجبرتني على القيام بأشياء مختلفة وتحولت إلى شيء جيد في نهاية المطاف. لذلك فهي تود أن تتشارك بعض خلاصة تجاربها من خلال 20 نصيحة للسيدات في مرحلة الثلاثينيات من قبل أن يخطون إلى مرحلة الأربعين وما بعدها. 1. أحبي نفسك بمجرد أن تعرفي من أنت حقا من داخلك. عليك أن تبدأي في تقبل نفسك وأن تحبيها بشكل تام، مما سيجعلك قادرة على حب وقبول الآخرين، بما يساعد على الحفاظ على الكثير من العلاقات الناجحة. 2. غذاء الروح. مهما كان شغفك أو مهما كان ما يجعلك تستمتعين في الحياة، تأكدي من تغذية روحك بما يلهمك. إذا لم تكوني متأكدة من شغفك، حاولي تجربة أشياء جديدة والبحث عن أنشطة مختلفة حتى تجدي عددا قليلا من الأنشطة التي تعطيك هذا الشعور بالدفء والحرية وقبول الذات. 3. دعم الأصدقاء. إن وجود شبكة دعم قوية من الأصدقاء والمقربين أهل الثقة لمشاركتك حياتك أمر موجز للغاية، كما أن العثور على علاقات جديدة مع الآخرين يبادلونك الحب والدعم هو أمر في غاية الأهمية. 4. إنسانة طبيعية. تصرفي بمنتهى التلقائية وعبري عن مشاعرك بالفرح أو الحزن، ولا تخجلي من أنك تصادفين مشاكل أي شخص آخر. ستصبحين على الفور إنسانة جديرة أكثر بالثقة وصادقة للآخرين. 5. عيشي لنفسك. لا يمكنك جعل كل من حولك سعداء للأبد، لكن تصميمك على اتخاذ أفضل القرارات لنفسك أولا بدلا من الآخرين سيجعل الحياة أسهل بكثير. 6. لا تنازلات. إن الحلول الوسطى هي شيء جيد في معظم الأوقات إذا كانت تتم على قدم المساواة بين طرفي أي علاقة، إلا أنه بمجرد أن تتخلي عن رغباتك واحتياجاتك طوال الوقت في أي علاقة فيكون قد حان الوقت لإعادة تقييم تلك العلاقة من أساسها واتخاذ قرار بما إذا كان الاستمرار فيها صوابا أم خطأ. 7. السفر. كل عام خطتي للسفر على الأقل مرة، كل عام إلى مكان جديد. إن السفر يخلق إحساسا بالحرية، كما أنك تتعرفين على الطريقة التي يعيش بها الآخرون في أجزاء مختلفة من العالم. 8. انبذي القلق. عندما تدركين أن القلق لن يغير النتائج المحتومة ستبدأين في قبول ما سيحدث لك، وستدركين أنك ستكونين على ما يرام بغض النظر عن ما سيحدث. 9. لا مقارنات مع الأخريات. إن مقارنة حياتك بالأخريات لن يفيدك بشيء، بل سيزيد شعورك بالإحباط. سيكون هناك دائما من تكون أكثر ذكاء